السلام عليكم. انا السيدة عائشة، مت واحد السيدة توفت هذه 5 سنين، وهي والزوج ديالها ومعهم بنيتها، وكانت حاملة بنيتها اخرى حتى هي من على شعلين غتولدها من التاسع فاش ماتت، وخلات لي 3 ديال الوليدات. دابا هادي 5 سنين وانا تنقلب على التعويض ديال هذيك البنت، ولا شكون اللي قاتلها، ولا كيفاش ديك الحادثه وقعت. وهاد الحادثه وقعت في بوزنيقه قريبه للبياج، ما بعيداش بزاف، يعني كاينين كاميرات، كاينين وسائل اللي غادي يبين هذا اللي قتلهم. 4 ديال النفوس ماتوا هكاك، وثلاثه بقاو على الارض ضايعين. دابا انا تنطلب بحق ديال بنتي وديال الزوج ديالها وديال دوك البنيتات اللي ضاعوا، وحق هاد الوليدات اللي بقاو ضايعين. خالهم اللي هزهم ما غاديش نكذب عليكم، تتعرفوا موظف عادي، شحال تيقبط وشحال غيصرف عليهم. غير الكرارة كارين ب50، 30 باش كاري ليا الدار انا، و20 باش كاري هو بيت وكوزينة باش يخلي الدراري يتسعوا، مضيق هو. ودابا انا تنطلب بحق بنتي وحق الزوج ديالها وحق وليداتها اللي حيين واللي ميتين، اللي ما خدم فين ما مشيت، اي باب مشيت ليه تيسدوه عليا. الجندرم قالك ما لقاوش اللي ضربهم، المحكمه قالك لا حتى لقاو هذا اللي قتلهم، عاد نشوف شنو غنديروا معاك. وانتم كتعرفوا الحاله ضعيفه، وانا تنطلب بحق بنتي اللي ضاعت، كنطلب بحقها وحق الزوج ديالها وليداتها اللي ضايعين. دفعنا ولدي، دفعنا للمحكمة، درنا محاميين، المحامي اللي مشينا عنده تيقول لك ما احنا ما نقدو نديرو حتى شي حاجة، ما حد السيد اللي قتلهم ما كاينش. دابا 5 سنين، هادي 5 سنين من شهر 10 حتى دابا. دابا 5 سنين، هادي 5 سنين ماتوا 4 ديال النفوس، ماتوا موتا ما يقدر حتى واحد يعاودها. وعندي الوراق ديالهم، وعندي التشريح ديالهم، وعندي كل شيء. هذا الزمان، هذا بنادم اللي ما عندوش شي مستوى كبير، ولا عنده شي فلوس اللي غادي يقدر يجري بها، راه ما تيقدي حتى شي حاجه. اشنو كتجري بفمك تجري برجليك، راه حنا ما قدينا حتى شي حاجه. وتنطلب من الله ومن المسؤولين اللي يحنوا على هاد الدراري، يشوفوا شنو هاد الحادثه كيفاش وقعت، وكيفاش ياخذوا حقهم. انا ما عارفاش شنو غادي ندير، جريت حتى عييت وجلست. دابا غير الولد هو عندي في الاولى في الثانوي، وطالبين ليه شكون حاضن عليه باش غنجيبها من المحكمه. قالوا لي تجيبي ديال هذيك السمه ديال الوراثه، وتجيبي. انا ما عنديش جهد باش نجمع هاد الوراق كلهم. المهم داكشي اللي قديت عليه، تصاورهم وعقود السياد ديالهم، المهم داكشي اللي قريب درتو. وهادشي اللي خاصني نمشي ضروري للعدول، وضروري المصاريف، وداكشي بزاف على ولدي يخلص هادشي كله، بزاف عليه. على الكره راه هو مقهور به، غير الكره والموضوع، كلشي كيعرف بلي الضو هاد الوقت كيفاش بشحال كتخلصوا، وكل شيء غالي، حتى حاجه المعيشه غاليه. شحال غيقد هاد الولد يهز؟ بزاف. خالهم واخا واحد الجمعيه ما نساش خيرها، كتعاونهم، ولكن ماشي شي حاجه اللي غنقول داك الولد المسكين غادي. انتم عارفين كل شيء بلا ما لا تنقري، كنضين نحيد من ماكلتنا ومن شربنا، ونقري الدراري هما الاولين، ما نخليهمش ضايعين، ما نخليش الدراري ضايعين.
هذا في السادس وهذا في الرابع والولد الاخر الاول من الثانوي. ودابا كنطلب الله من المحسنين والمحسنات ومجلادة الملك يشوفهم بعين الرحمة بهاد الوليدات. انا قد عليهم وقد مازال نكافح عليهم، لا انا ولا خالهم، ولكن الوليدات كبروا وكبر المصاريف ديالهم حتى هي كبرت، وبغينا شي محسن ولا محسنه ولا حتى جلالة الملك الله يخليه لينا ان شاء الله ويعطيه صحيحته، يشوفوا لهاد الوليدات ويعاونونا. بغينا دويره، بغينا شي مصاريف باش يعاون داك الولد باش يكمل معاهم، يكمل المسيره ديالهم. وهذا الشيء اللي كنطلب، تنطلب غير شي سكن فين يتخشاو هاد الوليدات على قد الحال، وشي مصاريف اللي يعاون بها الولد مصروفهم، الحاجيات ديالهم كثرات والمصاريف كثروا والملابس غاليه، وكيطلبوا حتى هما داكشي اللي كيشوفوا عند الولاد قدهم تيطلبوا حتى هما، باغين تليفونات، باغين بيسيات، باغين، واخا داكشي ما غنقدوش عليه، وهذا الشيء اللي عندي ما غنقول.